صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل عندنا. النهارده ان شاء الله عاملين وجبات فطار لذيذه جدا ومختلفه وكمان متنوعه. عاملين كرات السوشي، عاملينها كده من الرز وورق النوري. عندنا كمان فطاير لحمه عاملينها بطريقه لذيذه وحلوه ومقليه كده، وممكن تحطوها في الاير فراير لو عايزين. وعندنا كمان الوصفه الثالثه معانا النهارده، كنت فاكراها حالا، تشيبس البروكلي. عاملين بروكلي كده بالجبنه البارميزان، بالذات للناس اللي بتتابع انظمه زي انظمه الكيتو هيتبسطوا قوي بالوصفه دي، عشان هنعمل الجبنه هنعملها زي الشيبس كده مع البروكلي. خلاص يلا بينا نبدا مع بعض. اول وصفه معانا النهارده وصفه كرات السوشي، وتعالوا نشوف مقاديرها. سهله وبسيطه جدا وفي نفس الوقت طعمه قوي. عندنا رز، ممكن نستخدم رز السوشي، بيبقى ليه رز معين مع رز السوشي بيتعمل بخل الرز، وممكن يبقى رز بايت. خلاص يعني ممكن برز بايت نعمله عادي. ده انا عاملاه النهارده برز بايت عشان اسهل عليكم الموضوع. رز عادي بايت ما فيهوش اي حاجه. عندنا كمان لانشون الكابوريا، عندنا سمسم، حبه البركه، كمان في صوص الترياكي، مايونيز، زيت السمسم، بصل اخضر مفروم، وممكن كمان نستخدم الايستر صوص، بيدي طعم حلو قوي، وسمسم وحبه البركه دي من الحاجات الاساسيه. خلاص طيب هنجيب ورق النوري ده ونقصقصه كده، ممكن نجيب بوله كبيره نشتغل فيها. يلا هنجيبه كده واقصقصه. انا بحب ريحته جدا. نعمله كده عشان ايه يبقى اصغر شويه كده. عايزه اقصقصه حبه صغننين كده، يبقى حتت عشان لما اخلطه مع الرز يتخلط بسهوله. وبصوا هو هش جدا يعني. طالعين بقى من العيد ورمضان عايزين ناكل، يعني انا ماليش نفسي اشوف الفراخ واللحمه خالص بقالي فتره. عايزه اكل اسماك، اي حاجه، رنجه، فسيخ، تونه. يعني احنا متهيألي هنقعد كده اسبوعين عقبال ما نبتدي نحس ان احنا نفسنا ناكل اكل تاني بيتي. حتى الفطاير النهارده اللي عاملاها فطاير باللحمه، بس خفيفه كده وحلوه ولذيذه قوي، شبه الحواوشي بس هي مقليه، والعجينه بتاعتها سهله قوي. خلاص نعمل كده، نحط حبة الرز، هوريكم بس الفكرة واكمل بعدين. وممكن نعمل بيها زي كيكة على فكرة، انا النهارده هعملها كور، ممكن لو اتبقى نعمل بيها زي كيكة سوشي. طيب هحط كمان البصل الاخضر، كل ده اللي بيمسكوا ايه بقى، المايونيز وصوص الاويستر صوص، معلقه زيت السمسم، سمسم، حبه البركه. حلوه قوي ومفيده ومغذيه. الرز ده حاجه مهمه جدا، خلي بالكم. شويه من صوص الترياكي والاويستر صوص، اخلطهم كويس، وبعدين احط ايه، لانشون الكابوري كده. الله على الروايح. هو المفروض ما يبقاش الصوص كتير كده، بس ايه نقلب كده.
نحط شويه كده من ورق النوري، ده حلو بقى لو احنا عندنا ضيوف نعمله قبليها بيوم عشان يجمد، كل ما يبقى ساقع كل ما بيبقى طعمه احلى بكتير. اول ما بيتخلط بالرز بيطرى خالص. طيب فاضل بقى ايه؟ صوابع الكابوريا او لانشون الكابوريا على حسب الايه المتاح. اجيب السكينه كده عملت ريحه لذيذه قوي على فكره. وممكن نحط معاهم كمان لو عندنا شويه جمبري مسلوق، يعني دي بالذات اختياريه، حطوا فيها اللي انتوا عايزين. هلبس الجلاس بقى عشان عجينه كويس، وابتدي ايه اكورها وتتحط في الثلاجه شويه لو عايزين. شايفين سهلة جدا بسيطة، من رز بايت عملنا كده نوع من انواع المقبلات الباردة، وفي نفس الوقت طعمها حلو ومغذية قوي ومفيدة جدا جدا على فكرة. يعني دي اوعي تفتكروا انها بس شكل وطعم حلو، لا دي مفيدة قوي. يلا بينا نعمل كده. يعني يفضل نحط الرز ده في التلاجة شوية وبعد كده نكوره، أو لو عرفنا نكوره بسهولة بعد لما نكوره برضو نحطه في التلاجة على الأقل ساعتين قبل ما إيه ما ناكله. شايفين ألوانه تجنن، طعمه على فكرة حلو قوي قوي. حاطين بصل أخضر مفروم، رز، سمسم محبة البركة، ورق من النوري الشرايح، كمان حاطين لانشون الكابوريا قطعناه شرايح، زيت سمسم، معلقة من الأويستر صوص، وصوص الترياكي، وكمان ايه المايونيز عشان كل دول يمسكوا في بعض. شايفين شكله؟ معانا مدام نادية. اهلا، صباح الفل يا شيف غاده. صباح الفل، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الله يسلم حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. يا حبيبتي وانت طيبه، اول مره تكلمينا صح؟ لا انا اتكلمت قبل كده بجد؟ مره. صوتك صوتك مألوف. حبيبتي. يا حبيبتي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. سلم ايديك على الاكلات السوريه حبيبتي، ربنا يخليك. الواحد كان مستصعبها. لا ان شاء الله. لا لا دي سهله وبسيطه ومغذيه جدا، والاطفال هيتبسطوا بيها قوي. لا ان شاء الله نشجع نجيب الصوصات ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله يا حبيبه قلبي. شوف بحيي حضرتك على البرنامج محدش بياكلها بالذات، كانت حلقات جميله جدا. الحمد لله بجد اتبسطتي منها جدا جدا. عملت لك كده ريفرش للذاكره الافلام القديمه صح؟ طبعا طبعا. لكن معيشانا في جو حلو، في الوقت نفسه بنستفاد من الاكلات برضو. حبيبتي ربنا يخليكي، شكرا ليكي يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي، ربنا يديكي الصحه. تسلميلي يا رب، تسلميلي. بصوا بقى الكور اهي، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، ريحتها نفاذه وحلوه جدا. الصوص كمان لما نحطها وناكلها كده كمان بال، يعني دي بتتاكل بخشبة السوشي برضو وبتبقى سهلة، حتى اللي ما بيعرفش ياكل بيها هتبقى سهلة. طيب اهو نعمل كده. ناس كتير الحمد لله اتبسطت من البرنامج بتاع رمضان، كانت فكرته لطيفه ولذيذه جدا ولايت. قلت اعمل لكم السنه دي حاجات كده وانا بطبخ
نحكي حكايه حلوه لفيلم. انا بشوف مش بس انا ما حكيتش الفيلم لمجرد هو فيلم، لا انا حكيته عشان حسيت ان الفيلم ده كل فيلم انا حكيته في رمضان كان ليه مسج حلو قوي وليه قصه حلوه وليه استفاده كمان احنا استفدنا منها. فالموضوع مش بس ان احنا بنحكي حكاوي افلام، لا احنا بنحكي قصص في منها كتير كانت من الواقع اللي احنا عايشين فيه. اهو بصوا بقى كده، دي هنحطها في التلاجة ماشي، معانا النهاردة أستاذة منار. امبارح احنا قلنا الأرصاد الجوية كده عرضناها عندكم على السكرين، فالنهاردة معانا أستاذة منار هي متخصصة أرصاد، هتقولي لنا حالة الجو ايه، هتقولي لنا المفروض نلبس ايه النهاردة، والجو هيبقى متقلب ولا معتدل. فنسمعها مع بعض كده دلوقتي. برحب بحضرتك يا استاذه منار، ازيك؟ اهلا بيكي استاذه غاده، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. حبيبتي تسلمي، صباح الفل عليكي. قولي لنا بقى ايه الاخبار كده النهارده، الجو عامل ايه؟ وطبعا احنا حاسين بارتفاع قيم درجات الحراره كلنا خلال فتره النهار، وكلنا بدانا نخفف الملابس كمان فتره النهار مع ارتفاع قيم درجات الحراره، وبالفعل هي قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار وتحديدا في وقت الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي هتوصل ل 31 درجه مئويه، فبالتالي انا هحس بالطقس اللي هو الحار فتره النهار، وده موجود في القاهره الكبرى ومعظم محافظات الجمهوريه، اجواء حاره بشكل كبير خلال فتره النهار. العكس تماما بيحصل فتره الليل، اول ما اشعه الشمس بتغيب بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل تدريجي كده، ببدا احس بالبروده خاصه في وقت الفجر وفي وقت الصباح الباكر لسه الاجواء فيها بعض البروده واجواء مائله للبروده في معظم المحافظات، وخاصه كمان المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبروده اكثر من المناطق الداخليه. وهنلاحظ ان فرق قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل بيتجاوز ال 10 وال 12 درجه مئويه، وده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه عشان نوعيه الملابس. مفيش مشكله ان احنا نخفف فتره النهار، لكن مش الملابس الصيفيه بشكل كامل، فترات الليل لسه فيها بروده، فيفضل طبعا الملابس الخريفيه الشتويه الخفيفه اللي هي ما بتكونش ملابس بنص كم، قطعتين ملابس بكم، ده يفضل طبعا في الوقت ده من السنه، لان لسه البروده فتره الليل مكمله معانا يمكن لمنتصف شهر خمسه، يعني منتصف شهر خمسه لسه هنحس ده لسه البرودة. قدامنا شهر على كده كمان؟ قدامنا شهر ان احنا لسه قدامنا ان احنا نبدا نحس بالبروده اللي موجوده في فتره الليل، يعني هي فتره النهار خلاص ارتفاع قيم درجات الحراره ده مكمل معانا، حتى لو حصل انخفاضات مش هتكون يعني انخفاض كبير، مش هحس بالبروده تاني فتره النهار، اللي هيكمل معانا هي فتره الليل، فعشان كده احنا بنقول لو خففنا وده طبيعي جدا نخفف الملابس بس فترات الليل، الطلبه وهم رايحين المدارس فتره الصباح الباكر ما ينفعش الملابس الصيفيه لان لسه في بروده في الجو في الفتره دي. ما انا كنت معلش المقاطعه، كنت لسه هقول لك انا من الناس اللي بنزل زي الولاد في المدرسه، بنزل 6:30 الصبح وهم بيرجعوا 2 الظهر، فدلوقتي هما هيلبسوا وهما نازلين جاكيت ويقلعوه، ده ما بيسببش ان هما يجي لهم برد او كده، يقلعوا ويلبسوا؟ ده طبيعي جدا ان انت تبداي تغيري يعني درجه حراره الجسم بين فتره الصبح وفتره الظهر، ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فعشان كده احنا بنقول الملابس الخريفيه اللي هي بتبقى ملابس مش شتويه ثقيله، اللي هي بتبقى قطعتين اثنين من الملابس، مش لازم جواكت، ممكن تبقى اللي هي القطعتين اثنين ملابس بكم، ده يفضل طبعا في الوقت ده ان احنا هنتجنب برد فتره النهار او فتره الصباح، وفتره النهار هنلاقي فيها الدفء مع الملابس يعني القطنيه الخفيفه او اللي هي بتبقى خريفيه، مش هحس قوي معاها بارتفاع قيم درجات الحراره، خاصه ان نسب الرطوبه منخفضه في الجو، انخفاض نسب الرطوبه ده ما يخلينيش احس برضو بالارتفاعات الكبيره في قيم درجات الحراره، فانا لو موجود في اماكن ظل احتماد باماكن ظل مش هحس معاها بارتفاع قيم درجات الحراره بشكل كبير، هو انا بس لو موجود تحت اشعه شمس ده اللي هيخليني احس بارتفاع قيم درجات الحراره، لكن انا لو موجود في داخل اماكن مغلقه فيها ظل مش هحس معاها بالارتفاعات الكبيره. ننوه بس على بكره تحديدا ان هيكون في نشاط لرياح مثير للرمال والاتربه،
هيكون عندي بكرة أتربة ورمال مصارة في الجو في معظم محافظات شمال البلاد، فعشان كده واحنا خارجين بكرة فترة الصباح الباكر وفترة النهار يفضل طبعا ارتداء الكمامات، لأن بكرة هيبقى فيه سرعات سياح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة تؤدي لإثارة الرمال والأتربة، فبرضو برضو الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية مهم جدا واحنا خارجين ناخد بالنا نرتدي الكمامات، لأن بكرة الأربع كمان هيبقى سبت بتاع ملحوظ في قيم درجات الحرارة. بكرة هنحس بأجواء شديدة في الحرارة بشكل كبير، بس ده ارتفاع مؤقت هيبقى مدته الأربع، ومع الخميس تنخفض تاني درجات الحرارة لل 29 أو 30 درجة مئوية فترة النهار. ميرسي جدا ليكي يا استاذه منور، ميرسي جدا بصراحه استفدنا، واكيد الناس كلها هتستفيد بالمعلومات الحلوه دي. هنطلع فاصل بقى ناخد درجات الحراره لكل محافظات مصر، ونرجع لكم بعد الفاصل اوريك كرات السوشي اللي انا خلصتها. يلا بينا. رجعنا تاني بعد الفاصل، جبت خلصت كرات السوشي حطيتها في الفريزر شويه او في الثلاجه عشان عايزاها تبقى ماسكه نفسها. هنعمل دلوقتي تشيبس البروكلي بالجبنه، عايزه اقول لكم لذيذ وحلو في نفس الوقت، السعرات الحراريه بتاعته مش عاليه، وبناكل حاجه مغذيه وفي نفس الوقت القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه، ومش بنحس ان احنا ايه بالذنب قوي، وهنقرمشه كده ومعمول بطريقه حلوه قوي، كنت عاملاه قبل كده بس من فتره طويله، هرجع اعمله تاني عشان من الحاجات الفطاري اللذيذه جدا. محتاجين مكونين بس، بروكلي وجبنه بارميزان، مش هينفع جبنه تشيدر، هتبقى يعني مش احسن حاجه قوي، ممكن الجبنه الرومي ولو ولا عايزين نحط شويه جبنه تشيدر معاها تبقى جبنه رومي اكتر من جبنه تشيدر، بس هي الوصفه الاساسيه بالبروكلي والبارميزان وممكن القرنبيط والبارميزان. ماشي، اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنحط البروكلي كده ونهرسه كده بالهراسة، خلاص كده عايزاه مبطط كده زي ما انتوا شايفين، بصوا عامل ازاي، نلزقهم كده جنب بعض كده اهو، ماشي. طيب بدل ما اهرس واشيل واحط، هحط الجبنة وبعدين ايه اهرسها. كده وهرش رشه ثانيه لما ايه لما اخلص، ولازم يتساب يبرد عشان يدينا القرمشه اللي احنا عايزينها. ممكن نحط عليها حبه بابريكا، حبه بودره ثوم، لكن بلاش طبعا ملح عشان اوريدي الجبنه حادقه، فبلاش ملح خالص. الكراكرز اللي عاملينه زي اللي انتوا شايفينه على السفره ده من الحاجات اللي نعملها وتتحط، ده برضو من الحاجات اللي ممكن تقعد اسبوع معانا طالما محتفظين بيه في درجه حراره بارده، مش هيحصل له حاجه خالص. ده برضو من الحاجات الجميله قوي لو احنا عازمين ناس وحطيناه على سفره الفطار، وبرده من الحاجات الحلوه قوي لو احنا عاملين نظام غذائي معين ما فيهوش عيش، برده حلو عشان بناكل حاجه طعمها حلو جدا، مش بس طعمها حلو بس، وفي نفس الوقت شبه الشيبس كده وقيمتها الغذائيه عاليه، فدي حاجه قليله قوي لما بتبقى الحاجه طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت مغذيه يعني. وزي ما قلت ممكن تتعمل بالقرنبيط، ممكن شرايح كوسه رفيعه قوي، ممكن شرايح جزر، يعني احاول انوع لكم في الخضار ونلخبطه كده مع بعض. بقى دلوقتي يتباع خضار مجفف عشان الناس تاكله زي الشيبس، زي شبه الفاكهه المجففه كده. ماشي، هنعمل كده اوكي.
نكون مسخنين الفرن كويس قوي، وبنحطه لحد ما احس ان الجبنه اتحمرت، وبطلعه بسيبه بره مثلا نص ساعه عشان الجبنه تنشف. بس كده خلاص. نحط واحده كمان هنا. رشه بقى كده، رشه خفيفه بس، هدخله الفرن اهو. شايفين المنظر حلو قوي. طبعا عامله منه نسخه عشان ايه، انا سايباه بقالي ساعه ساعه وشويه عشان يدينا النتيجه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بصوا ده كمان لسه ايه، هسيبه ينشف اكتر، لسه ما نشفش قوي. دي نشفت ماشي، هطلعه بس من السيليكون واسيبه ايه ينشف على الصينيه. ماشي، هفضل اعمله كده وبعدين ايه اشيل واحطه واسيبه ايه ينشف شويه كمان. نطلع فاصل بقى نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل، عملنا كرات السوشي حطها في التلاجة، عملنا البروكلي هو في الفرن، والنسخه هو اللي انا جهزتها قطعتها وسبتها كده، وكل ما بسيبها في الهواء كل ما بتديني احساس بتنشف اكتر وتقرمش اكتر. شايفين شكلها حلو قوي قوي. هنقدم معاها ممكن كاتشب ومايونيز او مستردة اللي انتوا عايزينه. خلاص كده بس كده. طيب بما اننا هنعمل وصفات فطار كتيره فهنبقى محتاجين العجاين كتير جدا. حضروا معايا بقى ايه، هنقعد نعمل عجاين بطرق مختلفه وشكلها حلو وفي نفس الوقت خفيفه. هنعمل فطيره اللحمه النهارده، عاملينها بطريقه سهله وبسيطه. وبما ان انا مش متخصصه قوي في موضوع البيكنج فعامله لكم حاجات بسيطه، يعني العجاين كلها اللي هستخدمها والدقيق اللي هستخدمه وهنخلطها بطريقه سهله وحلوه اي حد يقدر يعملها. خلاص عندنا ايه المقادير بتاعتنا بقى. مقادير العجينه عباره عن دقيق 500 جرام من الدقيق، معاها رشه ملح وخميره وبيضه وميه دافيه. خلاص هنحتاج ميه دافيه. طيب عندنا كمان للحشوه لحمه مفرومه فيها نسبه دسم وتبقى مفرومه فرم ناعم، وكمان ملح وفلفل بهارات صويا صوص بصل اخضر وحبه زيت. طيب نحط بس الميه عشان تبقى دافيه. هنبتدي نخلط الاول اللحمه صويا صوص مع البصل، احط بس كده فلفل اسود، ملح مش كتير لان صويا صوص اوريدي ايه حادقه. خلاص طيب هنا بقى الدقيق مع الخميرة، البهارات هنا الدقيق والخميرة والملح نخلطهم، بعدين هحط في حبة فلفل اسود، وبعدين هحط ايه حبة مية دافية. المية دي اصلا خلاص ايه، لازم نعاير بالميجر عشان ايه ما نتلخبطش. الاول هخلط اللحمه المفرومه كويس قوي، وبعد كده ايه اخلط الدقيق واسيبها بقى شويه تتخمر. بهارات صويا صوص، رشه ملح، فلفل اسود، بصل اخضر،
مفروم فرم ناعم وفيها حبة ايه دسم. خلاص هحط بقى كده اخلطها كويس الاول، اخلط الملح مع الخميرة بالدقيق كويس، وبعد كده احط البيضة اخلطهم كويس، وبعد كده الايه المية الدافية. كده هحط البيضة، بحب احط عليها رشة ملح على البيضة نفسها، رشة فلفل عشان الايه الزفارة، واقلبها كويس قوي مع الدقيق. وبعدين ابتدي احط المية حبة حبة لغاية ما احس ان العجينة لزقت كده وايه الاخلط لحد ما اللي لزق ده اتلم كله في حته واحده، وهسيبها بقى ايه ربع ساعه تخمر، ربع ساعه تلت ساعه، دي بقى بتبقى على حسب برضو نوع الدقيق، بس هي سهله قوي يعني بتلم وسهله زي ما قلت، مش محتاجه عجانه ومش محتاجه حد يعني متخصص قوي في العجاين. اهي بصوا ابتدت تلم كده، نزل بس ده. الايد بصراحه احسن كتير من الجلافز واحنا بنعمل العجينه دي، بس انا مش عايزه ايه اوسخ ايدي عشان هفضل اقعد اغسلها، وبنحس كمان بالملمس والقوام احسن. هحط شوية زيت عشان وانا بلمها. انا بحب زيت الزيتون. بصوا بتديها بقى نعومية فظيعة، ممكن احط عليها بودرة ثوم لو عايزين كمان، بس خلاص هي كده لمت معانا، هسيبها بقى كده لحد ما ايه ما تخمر وتبقى طرية زي اللي انتوا شايفينها هنا دي. بصوا اهي شايفين بقت عاملة ازاي، اهي لمت معانا اهي. خلاص بصوا قفلها بالايه، بصوا طريه ازاي بقت عامله زي القطنه، انا دي برضو عايزه اقفلها. بصوا فظيعه، نحط هنا بقى حبه زيت كده ونلبس جلافز تانية. نغطيها بقى بقماشة نظيفة زي ما قلت لمدة ربع ساعة مثلا، ان شاء الله دي لما تخمر ممكن بكرة نعمل بيها حاجة. اول حاجه همسكها كده واعملها ايه
كور، ويفضل تبقى كلها تقريبا مقاس واحد اهو. ماشي، كوره كده واحطها هنا. هجيب دي كمان. طبعا مش لازم نحشيها لحمه، ممكن نحشيها جبنه، ممكن نحشيها فراخ. نقسمهم كده عشان يسهل لنا الموضوع، وكلهم تقريبا يبقوا مقاس واحد. لو عايزينها بالظبط بالظبط يوزنوها بالميزان. ماشي، هقسمهم. مينفعش اعمل واحده بس واطلع فاصل؟ ماشي طيب، هعمل واحده واطلع فاصل عشان بس ايه الحق اقول لكم بنعملها ازاي. بصوا بصوا العجينه عامله كده. ماشي، بجيب اللحمه اهو، حطها كده ومقفلاها بالعجينه بالطريقه دي، وعامله نفس الكوره. وبعدين أبطبطها كده، لازم ايدي تبقى فيها زيت، وانا بحب زيت الزيتون كده. بصوا عاملة ازاي بمنتهى السهولة. واحطها كده خلاص. نطلع فاصل بقى، هترجعوا تلاقوني عاملة الفطاير دي بالطريقة دي، وايه وهوريكم بعد لما تتقلي. بصوا بصوا عامله ازاي، بنحطها بالظبط بالكتير 5 دقايق. نطلع فاصل نرجع تاني. الفطاير الحلوة دي بصوا، رجعنا بعد الفاصل، تجنن ولذيذة. دي الصغننة، ودي لو عايزينها مفرودة تقعدوا تفردوا في العجينة، كل واحد بقى بمزاجه. وانا عملت لكم الاتنين، يعني انا لو سألتوني بحب الصغيرة. نسيب دول شوية كده. هنحط هنا مايونيز، وبعدين كاتشب، وبعدين ايه مايونيز وكاتشب، وهقدم كور السوشي. بصوا اللون يجنن كده. عملنا النهاردة سفرة فطار لذيذة وخفيفة وسهلة، مفيش أي حاجة، حتى الفطاير سهلة، حتى الفطاير زي ما قلت أي حد ممكن يعملها. حاضر، هحط بقى كور السوشي هنا. بصوا وأنا بحطها دي خلاص اتجمدت، هعمل كده بس. ماشي، يبقى النهاردة عملنا كور سوشي كده بالرز البايت مع السمسم وحبة البركة، أويستر صوص، كمان صوص الترياكي، وصوابع الكابوريا او لانشون الكابوريا. وعملنا فطاير اللحمه بطريقه سهله وبسيطه جدا المقليه. عملنا كمان النهارده البروكلي اللي بالجبنه. وبصوا بقى اللي طلع من الفرن اهو، هيجمد اهو. بصوا بصوا عامل ازاي. فكده خلصنا حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره حلقه جديده. باي باي.